İşgalci İsrail güçleri Kudüs'ün Eskişehir bölgesindeki En-Nirsat mahallesinde yaşayan Kudüslülerin evine restore bahanesiyle el koymak istiyor. قال لي ليش قلت له تعال اطلع شوف بيتي للمسؤول طلع بنج وضل نازل وراح هلا اجت البلديه قالت لي ممنوع تضلي ولا دقيقه في خطر عليك قلت لهم وين اروح انا ما ليش محل ابدر رحت استاجرت لي 3 سنين مستاجره وهم مش قابلين يصلحوا لي بيتي وانا مره مسنه ما معيش اصلح هذا بدي اقول له فات بدي اقول له فات الدولارات انا ما معيش اصلح هو حسبي الله ونعم الوكيل بس احنا حنضل احنا هلا المقاول حسابنا الشخصي بنسوي التصليحات البنيه التحتيه وان شاء الله بنصلح بيوتنا وبنرجع بيوت غصبا عنهم وعن اكبر منهم كمان حاليا قبل 3 اشهر تقريبا رفعوا قضايا بلديه القدس علينا انه انتم ما عمرتوش الحوش انتم ما عمرتوش بيوتكم واحنا اعطيناكم انذار سابقا تخلوا البيوت وتعمروها ولهلا ما عمرتوهاش رفعوا علينا قضايا طلعنا على القضايا محامي البلديه ومدعي العام تبع الحكومه فرض علينا انه نعمر بيوتنا او يغلقوا بالشمع الاحمر او هم بيقوموا باصلاحه ويدفعوا السكان ما قيمه الاصلاح وتعرف انت بلديتها وتذكرتها وفاتورتها قديش مكلفه جدا ما نقدرش احنا كسكان ندفعها لانه معظم السكان من 26 عائله 18 بني ادم شيخوخه